أكيد سؤالي الأول، أداء المنتخب الكولومبي أبهر العالم في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، كيف وصلت بهذا المنتخب أن يكون بهذه القدرات الرائعة والخسارة في النهاية من المنتخب الأرجنتيني بطل العالم؟ أنا شايف الماتش النهائي كان ماتش صعب، لان الفريق كانت مرهقه جدا، وانا شايف ان برضو انا الاهم بالنسبه لي كان يبقى انا من وجهه نظر لورينزو، ان هو بالنسبه لي بيبقى الحظ هو اكتر اللي بيحالف الفرق، فعشان كده احنا ممكن نكون ما توفقناش. بس المنتخب الكولومبي بشكل عام في هذه البطوله قدم مباريات رائعه جدا وكبيرة، بعيد عن المباراة النهائية، كيف تم تجهيز هذا المنتخب ليقدم هذا الأداء الرائع جدا بقيادة لخامس رودريجيز اللي كان بعد شوية عن المستوى المعهود في الفترات الأخيرة، ولكن قدم بطولة كبيرة ورائعة أيضا هو وزملائه؟ زي ما انا فهمتك، طبعا احنا بدأنا كويس جدا، وللأسف ان اللعيبة نفسها حالتها البدنية ما كانتش 100% زي في البداية، وطبعا دي حاجة معروفة ان البدايات ما بتبقاش زي اواخر البطولة، يعني البداية الفريق بيبقى داخل متحمس ولسه عنده روح، وفي نهاية البطولة بتبدأ تقل الحماس. هل المنتخب الكولومبي على مدار مباريات البطولة واجه سوء حظ، فكرة ان معظم مبارياته كانت قوية جدا على عكس المنتخب الارجنتيني في الناحية الاخرى، هو ده اللي سبب الازمة البدنية للفريق في نهاية البطولة؟ هو احنا مش هنقول ان كل حاجه كان سوء حظ يعني، ولكن احنا كنا نازلين عندنا خطه معينه بنلعب بيها، لكن المنتخب الارجنتيني كان بدنيا احسن مننا بكتير، وزي ما انت شفت الماتش بتاع بيروغواي، احنا لعبنا اكتر من الماتش كامل، يعني كان ساعه وي، فاللعيبه البدنيه بتاعتهم ما كانتش كويسه جدا يعني.